اليوم هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا بيأثروا في شخصية الطفل وشخصية كل واحد مننا، اللي هم ايه؟ الراديو والتلفزيون. في الخمسينات من القرن الماضي كان الوسيلة الوحيدة اللي بنسمع فيها كل شيء ثقافي، فني، إخباري، سياسي، تاريخي كان الراديو. كان من أجمل الجلسات اللي احنا بنعملها كانت أيام رمضان، أيام الفوازير وأيام ألف ليلة وليلة وأيام القصص بتاعت شطر حسن وست حسن والجمال وأيام كل الحواديت اللي كانت بتقال دي بالليل. فكنا دايما نقعد بالليل عشان نسمع ألف ليلة وليلة وقصص شهرزاد وشهريار إلى آخره إلى آخره إلى آخره، وصوت زوزو نبيل وصوت محمد الطوخي إلى آخره. كنت بقى انت قاعد كده كطفل متخيل المنظر ان في اسد جاي يجري وصوت الاسد، بعد صوت المعيز وصوت المياه وصوت الامطار وصوت الصريخ الى اخره، وده كان بيخلي الطفل هو اللي بيصنع المنظر اللي هو مش قادر يشوفه بنفسه. فقدرتنا على التخيل كانت عاليه جدا جدا جدا، ولان دلوقتي وللاسف بجدها انها تعتبر شبه اتمحت عند الاجيال اللي موجوده دلوقتي، لان قدامهم كل شيء موجود على السوشيال ميديا وعلى الانترنت وعلى كذا كذا والسينما والتلفزيون الى اخره الى اخره. فالفتره دي بالذات يعني كنا نقعد نجيب ابو فروه بقى في رمضان والدنيا برد وبتاع ده ونسخنه وناكله على شهرزاد وشهريار وكوكو كوكو يطلع ومش هيقتلها وينام شهريار لليوم الثاني والثلاثين ايه في رمضان الى اخره. في سنة 60 ما جت الثورة، عبد الناصر أو الثورة دخلت التلفزيون مصر. رحمة الله عليه والدي جاب التلفزيون، معرفش كان بكام ساعتها التلفزيون، بـ20 جنيه أو 50 جنيه مش فاكر بالظبط، ده كان تلفزيون أبيض وأسود كان بيشتغل يعني ساعات قليلة كل يوم، وكانوا كل قرايبنا خاصة في الضرب الأحمر وسوق السلاح يوم الخميس يجوا يسهروا عندنا ويباتوا كمان عشان يتفرجوا على إيه؟ على التلفزيون. كان في طبعا لو اتذكر في حاجه مذيعه اسمها امين هاشم ومذيعه اسمها سلوى حجازي وليلى رستم ومش فاكر وهند مش فاكر همت مصطفى الى اخره، وكان مستوى المذيعين وثقافتهم والبرامج اللي كانت محطوطه كان مستوى راقي جدا جدا جدا، يختلف تماما عن الاداء السيء اللي احنا بنشوفه في هذه الايام. فدخل التلفزيون عندنا في البيت سنة 60، وده معناه ان الولد ما كانش متحجر، كان منفتح على المجتمع. فتربينا انا من الناس اللي احنا شفت جيل التلفزيون وجيل الراديو، وبعدين واحنا في الحلمية كذلك بدأ الراديو ترانزستور اللي هو اللي بنمسكه بقى في الشارع معانا، والناس بقى تمشي وهي ماشيه في الشارع تقوم فاتحاها كده عشان الناس كلها تسمعها، يعني عايز يبين للناس في الشارع ان هو معاه راديو ترانزستور. في حاجات كانت تبقى صغيره كده هو كانت تبقى كبيره قد كده هو. فالحاجات دي كلها الواحد شافها في التطور التكنولوجي للتواصل ما بين المجتمعات، لكن اكتر شيء اثر فينا واحنا اطفال كان الراديو والقصص بتاعت شهرزاد وشهريار، لان كانت بترسم التخيل بتاعنا للحدث وللقصة وللتاريخ وللعبر اللي احنا كنا بنتكلمها بنسمعها من هؤلاء الناس. شكرا لسماعكم للفيديو، وارجو انكم تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم.